على التليفون كابتن إيهاب محمد مدرب عام الفريق من غانا، علشان نبارك له بالتأكيد على الإنجاز المحترم ويكلمنا أكتر عن المباراة النهاردة ومباراة بكرة. مساء الفل يا كابتن إيهاب. الخير والحمد لله، ربنا كبير، الحمد لله بنحمد ربنا. بجد رئيس جهاز محترم اللي هو حسن موسى والكابتن محمد موسى، الدكتور سيد عبد الوهاب والكابتن أحمد فاروق السيد والكابتن عبد اللطيف والكابتن سامح حسين والكابتن طارق مصطفى، جهاز بامانه كتر خيره. طب تعبنا جدا، الكابتن طارق صالح تعبنا جدا 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 بامانه، وربنا بيحبنا، لعيبه كويسه، ومحمود عبد العزيز حارس مرمى محترم، والكابتن احمد فاروق كتر خيره تعب معاه، الكابتن احمد كارم، مش عايز انسى حد من اللعيبه، الكابتن عوكا، الكابتن عباري، كابتن فهد، والكابتن محمود عبد العزيز. يعني حاجه بامانه احنا بنحمد ربنا، بنشكر ربنا ان احنا وصلنا للي احنا فيه ده في ظل ظروف صعبه. يعني بجد يا نيره انا عدم جدا جدا جدا، مش عارف اتكلم، ما بقول الحمد لله ربنا بيحبنا وربنا يكرمنا، ومع حضرتك الكابتن محمود عبد العزيز. طيب ماشي، اديهوني طبعا بنبارك لك بالتاكيد. الو الو سمار. كابتن محمود تمام يا كابتن، ايه الاخبار؟ كل الف مليون مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك، احنا متشكرين جدا لاهتمامك بالبطوله واهتمامك بالفريق، يعني نشكرك طبعا طبعا. يعني واضح انك عامل مباراه عمرك النهارده. والله الحمد لله، انا مجهود كبير من اللعيبه ومن الجهاز الفني، كل الناس كاتبين على الحمد لله. الحمد لله احنا طالعين كمان 17 لعيب، يعني باقل الامكانيات قدرنا نوصل النهائي، وان شاء الله نرجع بالكاس ان شاء الله. كابتن محمود عبد العزيز، طبعا كل الناس على السوشيال ميديا عمالين بيتكلموا انك الحارس الامين، يعني انت خلاص واخد اللقب على السوشيال ميديا. توفيق من ربنا كبير الحمد لله، وبرضه الفضل يرجع للعيبه، لعيبه رجاله قدرت تعمل اللي عليها الحمد لله. صحيح، صديت كام ضربه النهارده في الشوت اوت؟ النهارده ضربتين في الشوط اول، ما شاء الله، بس ما كنتش موفق في الماتش الاول، والحمد لله عوضت في الضربتين دول. هو في ماتش تاهل برضه قبل النهائي كنت الحمد لله كان في توفيق كبير من ربنا، بفضل اللعيبه وبفضل ربنا الحمد لله قدرنا نوصل للي احنا فيه. الف مليون مبروك على اهتمامكم بينا. لا ده حقكم زياده، ده دورنا. ربنا يخليك، الف مليون مبروك عقبال النهائي ان شاء الله. قول لي مين جنبك يكلمنا. الكابتن محمود السيد، هديك الكابتن محمود السيد، ارجل يعني من ارجل اللعيبه اللي ساعدتنا كتير النهارده في الماتش، وليه دور كبير قوي في الماتش. يلا خليه يبقى معانا حالا، يلا بينا. مساء الخير يا كابتن نيره، اخبار حضرتك ايه؟ مساء الفل يا كابتن محمود. يا مساء النور. احنا طبعا انا حابب اشكر حضرتك وقناه الزمالك على التغطيه الجميله دي، معانا لحظه بلحظه ومستقبلنا ودعمكم يعني لكل اللعيبه، واللعيبه المتعهده ان هي يعني ترجع بالبطوله. طبعا ده بعد توفيق ربنا، مرينا بظروف صعبه جدا من اول ما اتحركنا من مصر، قعدنا 28 ساعه تقريبا في السفر تاني ماتش، ظروف مناخيه صعبه جدا، ظروف طبعا ما حدش مر بيها في البطوله كلها، لحد قبل البطوله بثلاث ايام مش عارفين هنسافر او لا، ضغطنا، بس الحمد لله ربنا واقف معانا. طالعين من غير ثلاث لعيبه اساسيين، كابتن مصطفى عاطف، كابتن كريم سمير، كابتن كريم طنطاوي، وكابتن محمود كارم، كابتن محمود حكيم، كل اللعيبه دي كانت معانا في القوام الاساسي، وللاسف ظروف خارجه عن ارضيتهم، يعني ما يقدروش يلتحقوا بينا يعني. أكيد. بس الحمد لله الناس اللي موجوده، احنا 13 لعيب، الناس اللي موجوده عايزين البطوله تكون لينا، يا اكون او لا اكون، يا رب من بدايه البطوله بنموت نفسنا، اللعيبه بتنزل لها مصابه، ده كله عشان نقول لجماهير نادي الزمالك ان احنا عندنا رجاله في الهوكي يخلوهم معانا، احنا نتواصل من الاداره ومن حضراتكم دايما، وان شاء الله باذن الله نكون عند حسن ان شاء الله. كابتن محمود قول لي ازاي قدرتوا تحولوا الخساره لفوز؟ حضرتك اللعبه بتاعتنا بتختلف عن اي لعبه، الكره في الملعب لحد اخر دقيقه، وده اللي احنا متعهدين عليه، دخل فينا جون او اثنين او ايا كان الارقام بتخش فينا، احنا جاهزين للتعويض في اي وقت الحمد لله. صحيح. يعني جبنا سليمه، وان شاء الله باذن الله عينينا على البطوله، واللي عينه على البطوله بيلعب لاخر دقيقه مع صفاره الحكم. أكيد. وده اللي ربنا تقدم بيه النهارده، وتوفيق ربنا طبعا قبل اي حاجه، وربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. الف مليون مبروك يا كابتن محمود، انتوا رجاله وقد المسؤوليه. مين جنبك تاني نبارك له؟ انا معايا كابتن احمد عرفه، صاحب الضربه النهائيه في ضربات الجزاء مع حضرتك. تمام جدا، اديهولي. مساء الخير يا فندم. مساء الفل يا كابتن احمد. مساء الفل حضرتك. الف مليون مبروك يا كابتن. الله يبارك في حضرتك، طبعا دي اقل حاجه ان شاء الله بنقدمها لنادي الزمالك. طبعا. وطبعا متشكرين لدعمكم لينا ووقفكم معانا. طبعا احنا هنا بنمر بفتره صعبه جدا بالاصابات والجو.
طبعا. لكن الحمد لله لعبت نادي الزمالك دايما رجاله، لدرجه ان احنا نقدر ننزل في الاخر 3 دقائق، بس الحمد لله رحنا ولعبنا لحد اخر دقيقه، الحمد لله قدرنا نعوض وربنا كرمنا بضربات الجزاء. كنت متوقع يا كابتن انك هتجيب الضربه الاخيره؟ الحمد لله داخل له عندي. قول لي شعورك كده، وصف لي وانت داخل على الضربه الاخيره في المباراه حسيت بايه؟ والله انا داخل عندي ثقه في ربنا كبيره، وطبعا انا دارس الجون كويس وعارف هو بيعمل ايه. اول واحده انا حطيتها له يمين، ثاني واحده داخل انا عارف ان انا هحطها له شمال، واتوقع ان انا هروح له يمين زي ما اول واحده، فطبعا خلفت معاه الاتجاه خالص حطيتها شمال. الحمد لله كان في توفيق من ربنا ودعم كبير جدا من اللعيبه واصدقائي طبعا، وطبعا بشكر محمد باشا اللي هو قدر يسجل هدف النهارده في الدقيقه الاخيره، وهو مع حضرتك اهو ان شاء الله. طيب ماشي يا كابتن محمد. الو السلام عليكم. الف مليون مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك يا فندم، الله يبارك فيك. انا طبعا من مكاني هنا ببارك كل جماهير نادي الزمالك وكل محبين نادي الزمالك على الانجاز الكبير ده، والحمد لله ربنا بفضل ربنا جعلني سبب ان احنا نرجع ماتش يعني من اول وجديد في 5 دقائق. بفضل ربنا الحمد لله قدرنا ان احنا نتعادل، ولعبنا حاجه زي ضربات الجزاء كده، وربنا كرمنا الحمد لله رب العالمين. انت رقمك 14 صح؟ 22. 22 تمام تمام. محمد باشا. طبعا عارفه اسمك اهو قدامنا على الشاشه يا فندم. لا بس انا عشان اللي بيشوط دلوقتي رقم 14، فكنت هقول لك رقم الاساطير يعني. احمد كارم. احمد كارم جنبك. طيب انا دلوقتي معاكي الكابتن محمد رفعت. كابتن محمد رفعت اديهولي. الو السلام عليكم. مساء الفل يا كابتن، الف مليون مبروك، شرفتونا ورفعتوا راسنا. الله يبارك فيك حضرتك، الله يبارك فيك. قول لي شعورك ايه بعد الفوز النهارده والتاهل للمباراه النهائيه؟ كنتوا متوقعين انكم هتوصلوا لنهائي البطوله الافريقيه؟ شعورنا في الصفر حضرتك، والحمد لله ربنا مسهل لنا كل الامور من ساعه ما جينا لحد ماتش النهارده ما خلصنا. الحمد لله بنحمد ربنا وبنشكره على المكسب بتاع النهارده، وان شاء الله بكره هنرجع بالكاس لجمهور نادي الزمالك ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي كنتوا في بدايه البطوله عارفين انكم ان شاء الله هتقدروا توصلوا لنهائي البطوله الافريقيه، ولا لا الموضوع مشيتوا خطوه بخطوه؟ ايوه طبعا كنا واثقين وكلنا على قلب رجل واحد، والحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله. الحمد لله، الف مليون مبروك. قول لي مين تاني جنبك، عايزين نبارك لكم كلكم. اهو معاك اللاعب محمد اشرف مع حضرتك. يلا بينا. مساء الفل، الف مليون مبروك يا كابتن محمد. حضرتك الله يبارك في حضرتك، احنا بنشكر حضرتك جدا والله، ربنا يخليك. بنشكر حضرتك جدا والله على وقت حضرتك معانا وقناه الزمالك وجمهور نادي الزمالك كله. ده دورنا يا فندم وحقكم. ربنا يخلي حضرتك، ونشكرك تاني على دعم حضرتك ووقفتك جنبينا، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نوعدكم بالكاس باذن الله بكره. واحنا كمان نوعدكم ان احنا يعني هنعمل لكم احتفال جميل جدا هنا في القناه، وهنستقبلكم لانكم رفعتوا راسنا. ربنا يخلي حضرتك، ربنا يخلي حضرتك، وان شاء الله ربنا يكرمنا بكره باذن الله يا رب. ان شاء الله. قول لي بتتكلموا ازاي عن مباراه بكره، بتستعدوا لها ازاي؟ باذن الله احنا لسه دلوقتي لسه راجعين الفندق وكده، فبنعمل الريكفري بتاعنا، وباذن الله بالليل هنقعد كلنا مع بعض عشان نجهز مباراه بكره باذن الله. ان شاء الله كلنا مركزه، كلنا كابتن في الجهاز وكابتن اللي هو حسن موسى والكابتن ايهاب محمد والكابتن احمد فاروق السيد. طب كلنا مركزين طبعا ان شاء الله بكره عشان نفرح جمهور الزمالك كله باذن الله. باذن الله. قول لي مين جنبك من الجهاز الفني او من اللعيبه تاني عشان نبارك له. انا جنب الكابتن احمد كريم دابس من جنبي. يلا بينا. هو يكلم حضرتك. الو كابتن احمد كارم رقم 14، قول لي كده في البدايه مبروك طبعا، وقول لي الرقم ده بيمثل لك ايه، واشمعنى اخترت رقم 14؟ ده رقم الاساطير يعني. دي حقيقه، ده رقم بنعتز بيه كلنا، الكابتن حسن شحاته والكابتن حازم امام وكتير كلهم في الاخلاق والادب والاحترام في الملعب وبره الملعب، وده يعني بناخدهم مثل علينا، والحمد لله يعني ربنا كرمنا البطوله، وباذن الله ربنا يكرمنا بكره ان شاء الله بدعواتكم وناخد البطوله باذن الله. يا رب يا رب ان شاء الله. الف مليون مبروك. قول لي كابتن احمد فاروق السيد جنبك. معايا اهو. طيب اديهولي. الو ازيك يا كابتن احمد.
اهلا اهلا يا كابتن نيرة، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الف مليون مبروك. ربنا يخليك يا نيرة، ربنا يكرمك والله، ربنا يخليك. شغلك كان باين النهارده، الحارس الامين النهارده يعني. ربنا يخليك يا نيرة، ربنا يخليك. انا مش عايز اقول لك والله العظيم، يعني انا فرحان جدا جدا جدا، لان اول مره اصلا نادي الزمالك يشارك في البطوله الافريقيه. انا عارف. ورغم كل الصعوبات دي يعني بقياده الكابتن حسن موسى طبعا، قدرنا نتغلب على اللي يعني صعاب جامده جدا. والفرقه طبعا انت عارفه يعني ما فيش امكانيات كانت طبعا مش متاحه، بس الحمد لله رب. رجاله رجاله رجاله، وبالذات طبعا يعني طبعا الجون محمود عبد العزيز، يعني النهارده بطل. احنا كنا مغلوبين 2-0 لغايه اخر 3 دقائق. تخيلي. وقدرتوا ان انتوا تعملوا ريمونتادا محترمه جدا طبعا. جدا 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 والله العظيم يا نيره، بجد فعلا انا مبسوط جدا جدا وفرحان، وربنا ان شاء الله باذن الله يدينا بكره باذن الله رب العالمين نهدي الكاس ده باذن الله لنادي الزمالك كله باذن الله ان شاء الله. تستاهلوها، انتوا رجاله وقد المسؤوليه ورفعتوا راسنا. الف مليون مبروك. لو جنبك سياده اللواء حسن موسى يا ريت تديهولي رئيس الجهاز طبعا اتكلم معاه. انا بس عايز حاجه بس والنبي، انا بهدي ان شاء الله باذن الله اللي احنا فيه ده. طبعا بابا الله يرحمه كابتن فاروق السيد، الله يرحمه، وحمايه كابتن عازم جاهد الله يرحمهم جميعا طبعا باذن الله رب العالمين. انا كان نفسي يبقوا معايا في الموقف اللي طبعا طبعا الله يرحمهم، الله يرحمهم اساطير سواء في كره القدم او الكره الطايره. ربنا يخليك يا نيرة، متشكر جدا ومتشكر طبعا ليك، وطبعا هو البرنامج بتاعك بالخاص يعني انت مهتميه بالموضوع يعني طبعا. ده دورنا، ده دورنا وده حقكم. ربنا يخليك كابتن حسن. اشكرك. ربنا يخليك. ماشي. طب كابتن حسن بس هنديله تليفون. طيب ماشي. على مهله طبعا. بنبارك انجاز تاريخي، انجاز محترم. يمكن كان معانا من كام يوم سياده اللواء حسن موسى. مساء الفل على حضرتك، الف مليون مبروك يا سياده اللواء. الله يبارك فيك يا فندم، ربنا يخليك. يا ربنا يخليك، الف مليون مبروك. كنت سباقه بالخير. أشكرك. والله ربنا يخليك. اشكرك اشكرك. يمكن كنت حضرتك معانا من كام يوم واتكلمنا عن قد ايه البطوله صعبه على كل المستويات، المستوى الفني، مستوى الاقامه، الظروف المناخيه، الموضوع مش سهل ابدا. ولكن يعني انا باركت لهم كلهم وعاملين انجاز محترم ومباراه ولا اروع وريمونتادا في النتيجه وكل الكلام ده، ولكن عايزه حضرتك تطمنا على مباراه التصنيع بكره وتقول كلمه اكيد عن مباراه النهارده وعن دور الولاد. لا والله بص حضرتك يعني وش حضرتك حلو جدا جدا علينا من اول ما حضرتك كلمتينا اول امبارح. اشكرك. احنا النهارده معانا ابطال، انا معايا ابطال. انا قلت لحضرتك المره اللي فاتت دول مقاتلين مش لعيبه. طبعا. فعلا في الظروف اللي احنا فيها دي هم النهارده عملوا النهارده انجاز غير طبيعي، لان هم في لعيبه بتلعب عندها اصابات ومتحمله على نفسها وواخده حقنه مسكن على اساس طبعًا. ان هي تكمل المباراه وكمل المباراه بكره ان شاء الله. ده كفايه اصابه عبد الباري. اصابه عباي في كسر في المناخير. طبعا. وفي لعيبه عندها اصابه في العضله الخلفيه ومع ذلك بياخدوا حقن مسكنه وبيلعبوا على ان هم ابطال ونفسهم يعملوا حاجه باسم نادي الزمالك. تشرف نادي الزمالك وتشرفنا ان شاء الله في اللي جاي باذن الله للهوكي. يا رب. وزي ما حضرتك قلت المره اللي فاتت ان الهوكي شغال كده لوحده بدون اي بروباجندا في اي حته. هو يعني حتى ملعبه خارج النادي بيلعب في شباب الجزيره. لكن انا بطمن حضرتك وبطمن جمهور نادي الزمالك وبطمن نادي الزمالك ان احنا عندنا قاعده ناشئين كويسه جدا ومحترمه حتى واحنا بره النادي. فاحنا شغالين في سكوت تام لنفسنا نعمل حاجه كويسه تشرفنا وتشرف نادي الزمالك. اكيد يا سياده اللواء، انا سامعاهم بيحتفلوا كده، انا عايزه اخد جزء من احتفالهم وهم بيهيصوا كده ولو حتى معانا على التليفون. حضرتك انا كلهم موجودين هم يعني النهارده يعني كانوا في الاحتفال النهارده يعني كنت خايف عليهم. طبعا. ربنا انا عايز اسمع كده. ألف مليون مبروك، الفرح حلوة مفيش كلام. أكيد. بشكرك يا سيادة اللواء، ألف مليون مبروك وعقبال بكرة إن شاء الله. بشكر حضرتك.